يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقد عالج جلها بفعل تفهمه بعد أرباب العمل والسلطات. مكتب تنفيذي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومنسقة سكرتارية المساواة والمناصفة وحقوق المرأة العاملة. بالنسبة لفاتح مايو كما هو معروف فهو يوم عيد أممي للمطالبة ورفع جميع المطالب الخاصة بالشغيلة والطبقة العاملة، مطالب اقتصادية واجتماعية وكذلك مطالب لها علاقة بالحقوق والحريات النقابية، كما أن للمرأة مطالب أخرى من اختصاص تخص المرأة، فكان مثلا تصديق على اتفاقية 190 والتوصية 206 المناهضة في عالم الشغل، وسن قوانين من أجل المساواة والمناصفة لضمان الحق في الحياة الكريمة والعيش. راشين عضو مسؤول في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كتكمل فاتح ماي طبعا بشعار اللي كيستحضر اولا القضيه الفلسطينيه كقضيه مركزيه اللي حاضره بشكل كبير في وجدان ديال الشعب المغربي، وجدي اليوم الدعم والتضامن والمسانده المطلقه لفلسطين والشعب الفلسطيني من اجل اقامه دولته المستقله وعاصمته القدس. كذلك كيجي من بعد توقيع ديال واحد الاتفاق مع الحكومه اللي جاب مجموعه من المكتسبات اللي هو تنفيذ الالتزامات الوارده في نهايه ابريل 2022، خاصة ما يتعلق بتحسين الدخل الزيادة ديال 1000 درهم، زيادة في السمين والسمك 10%، كذلك مراجعة أسطر الضريبة على الدخل. أكيد بأنها الطبقة العاملة تستحق أكثر، ولكن خصنا نستمروا في النظام، نستمروا في الضغط من أجل أنه نحسنوا بشكل دائم الأوضاع الاجتماعية ديال الطبقة العاملة. كذلك الالتزام ديال الحكومة بفتح حوارات قطاعية وبالاستمرار في النقاش حول مجموعة من الأنظمة الأساسية لبعض الفئات والهيئات المشتركة مثل المتصرفين والمؤسسين وغيرهم. كذلك اليوم مطروح علينا إشكال ديال الحريات النقابية واللي امتازت فيه الحكومة اتخاذ إجراءات في هذه العملية من أجل ضمان الحريات النقابية، لأنه إشكال كبير بالنسبة لنا في سيدي. ثم كاين قضايا استراتيجية اللي غيبقى النقاش فيها خلال الجولات المقبلة، خاصة ما يتعلق بقانون الإضراب وكذلك موضوع التقاعد واللي خصنا فيه نكونوا الطبقة العاملة موحدة حاضرة بقوة، سواء من داخل الحوار كقوة تفاوضية أو في الشارع كمعارك نضالية واللي تضمن احترام الحقوق والمكتسبات ديال الطبقة العاملة. عملية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي. اليوم أجواء فاتح ماي يعني كنعقدوها في إطار واحد الوضع الوطني اللي مسحون يعني باحتفال اللي كتعرفوا العديد من القطاعات، قطاعات اللي يعني تدورات الأوضاع ديالها. أيضا اليوم راه كاين واحد التجاهل كبير لهذه المطالب المرفوعه، مع انه عندنا مثلا طلبه الطب اللي كيدخلوا في الشهر الرابع ديال مقاطعه الدراسه دون يعني ان تنتبه الحكومه لانها خاصها تفتح حوار مسؤول، لان المطلب هو جوده التكوين. كاين ايضا هناك تدهور القدره الشرائيه وارتفاع الاسعار وغلاء الاسعار، الحكومه لم تتخذ اي اجراء من اجل الحد من هذا الغلاء المهول ديال المواد الاساسيه والمحروقات اللي كتعرف واحد الاحتكار كبير. كاين هناك استمرار يعني في نفس السياسات في نفس الاختيارات اللي كتجهز على المرفق العمومي وتجهز على الخدمه العموميه. كاين تفويت اليوم ديال مؤسسات عموميه للقطاع الخاص في مجال الصحه، كاين هناك حتى ديك الزياده اللي جات في اطار الحوار الاجتماعي على علتها وعلى هزالتها استثنت منها قطاعات اساسيه وقطاعات حيويه، وبالتالي حنا اليوم كنعتقدوا على انه الى جانب ان كاين هناك هجوم على الحريات، كاين هناك هجوم على حريه الراي والتعبير، كاين متابعات حق مدونين وصحفيين الى غير ذلك يعني باسباب واهيه وغير مقبوله، وكاين ايضا الفساد اللي لا زال يستشردون ان يكون هناك يعني اراده حقيقيه لمحاربه الفساد والمفسدين وتطهير الحياه السياسيه وتخليق. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم.
وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.